من هو اللواء جمال كحال؟ اللواء جمال كحال هو ثالث مدير للأمن الداخلي في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بعد كل من العميد واسيني بوعزة الذي جرد من رتبته إلى جندي وحكم عليه بالسجن 18 عاما في قضايا فساد بحسب المحكمة العسكرية، وكذا العميد عبد الغني راشدي. ويعد جمال كحال من أقدم جنرالات المخابرات الجزائرية لأكثر من نصف قرن خلال فترة الإرهاب سنوات التسعينيات. تولى منصب قائد جهاز الحماية والأمن الرئاسي من 2005 إلى 2015 في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وبدأ اللواء جمال كحال مشواره العسكري العام 1967 من المدرسة العليا للاستعلامات بالجزائر العاصمة، ثم المديرية العليا المتخصصة بفرنسا سانسير، والمدرسة العليا الكاشي بي في الاتحاد السوفيتي سابقا، كما عامل ملحقا عسكريا في عدد من الدول الأوروبية والعربية. وترتكز مهمة مديرية الأمن الداخلي في عدد من القضايا الأمنية الحساسة، على رأسها قضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن العام، كما أضيفت لها العام الماضي صلاحية التحقيق في قضايا الفساد. وبعد حل جهاز المخابرات العام 2015 وتعويضه بهيئة منسق الأجهزة الأمنية ثم إعادته لقيادة أركان الجيش في العام 2019، بات جهاز المخابرات الجزائرية يتكون من 3 فروع تابعة لقيادة الجيش، وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والأمن التقني. وقد تولى مهام مدير الأمن الرئاسي إلى غاية 2015، وقبلها مدير المدرسة العليا للأمن العسكري بابن مسوس. وقد كرس اللواء جمال كحال كل حياته لتوظيف وتكوين الألف من ضباط الصف وضباط أجهزة الأمن والاستعلامات للجزائر، وللعمل الميداني في داخل البلاد وخارجها، دون إغفال دوره البارز في مكافحة الإرهاب.